خواتي الأمهات، على كثر اهتمامكم بتوفير الزي المدرسي المناسب والحقيبة المدرسية والأدوات المدرسية المناسبة لأطفالكم، أتمنى أنكم تهتمون بتوفير الوجبات الصحية المناسبة لهم أثناء فترة الدراسة. Dear parents, make sure to maintain a healthy lifestyle, plenty of fluid, healthy diet, balanced exercise. For any inquiries, visit your family physician. من ضمن الأشياء اللي لازم نتأكد منها قبل العودة للمدرسة هي حصول طفلنا على اللقاحات الضرورية لوقايته من الأمراض المعدية في المدرسة، مثل الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف والدفتريا والكزاز وشلل الأطفال. As a school health provider, Dubai Health Authority advises parents and families to work hand by hand to achieve a good health status for their children and to do good academic performance.